الجسد المقدس نسجد للجسد المقدس وللدم الكريم اللذين لمسيح الضابط الكل الرب أبو إلهنا آمين آمين صلوا لجميعكم ولروحك أيضا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد بان آدم وبنيه إلى الفردوس كريان إنسون كريان إنسون ودفننا معه بموته أبطال عز الموت وفي ثالث يوم قام من آدم المسيح قام من الأموات وظهر لمريم المجدلية وكلمك قائلا أعلم إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة الجليل نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر
وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا جئ خريستوس عني الموتى والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبديتين ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله إلى طارق قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم عليهم هم كل رياء لكي بقلب طاهر نستجرئ بلالة برخوف نطلب إليك الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.